صانعو الأفلام ومحترفو وهوات التصوير متعة بصرية لا تضاهى، إذ ينهلون من المختصين الذين يثرون بعملهم وخبراتهم ملتقى ألوان السعودية في نسخته الخامسة على التوالي في العاصمة الرياض، الذي أقيم تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. احنا نقدم أعمال تشكيلية من لوح أيضا وطباعة وتصاميم. عندي تقريبا حدود 7 أعمال، من أجمل أعمالي اللي هو يحكي عن مرض التصلب اللويحي، أيضا البوب آرت والأجيال الثلاثة للمملكة العربية السعودية. أنا والله أرسم بالفحم من المدرسة الواقعية، حاليا دخلت مادة الرماد العادي اللي إحنا نستخدمه بالفحم. الفحم هي مادة فنية تباع في المكاتب، بس الرماد اللي نستخدمه في البيوت. فالحمد لله يوم رسمت تفاعل معي وكانت الرسمة جدا رائعة، رسمتها لايف. جتني الفكرة لأني قاعدة أرسم بالفحم، فقلت أبغى أدخل شيء، أبغى أدخل شيء يناسب الفحم. ما لقيت شيء يناسب الفحم غير الرماد. ألوان الذي استقطب أكثر من 30,000 زائر وأكثر من 80 مشارك من مصورين وصنع أفلام محترفين وهواة، يهدف إلى تعريف البعد الحضاري للمملكة من خلال الصور. أعمالي تختلف، حرق على خشب، فن تجريدي واقعي. طبعا حاليا قاعدة أجهز معرض شخصي ثاني، يعتبر مزيج بين الخيل والخيال. قاعدة أحضر له، تقريبا خلصت 45 لوحة وإن شاء الله قاعدة أجهز له قريب. يعني بدايتي أصلا من الطفولة، بس بدايتي الفعلية كعمل أول لوحة كان يعني توني متخرجة من الثانوي، بعد ما طبعا أول معرض شاركت فيه كان تبع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجالة الموهوبين. احنا مجموعة مصورين غابة خيبر، هذا ركننا الاول، مشاركتنا الاولى في ملتقى الوان السعودية. طبعا جينا هنا نمثل خيبرنا ونمثل تراث اجدادنا اللي الان احنا عايشين فيه ومتعمقين في شعوبه، وان شاء الله نقدر نوصل رسالة بسيطة الى الاشياء، الى الناس اللي حوالينا والاشياء الموجودة عندنا. طبعا عندنا هنا الخوص، هذا اول ما يتصنع. بعدين عندنا الخوص هنا اللي هو اسمه الشبشور، نصلح من المراوح والمكانس والخصف والصفرة القديمة اللي كانوا يجلسون يأكلون عليها. عندنا هنا الحب، وكيف نصنع الحب اللي هي الشوربة اللي هي أكلة أساسا معروفة ومشهورة عندنا في خيبر ومن تراثنا. عندنا هنا الزي الرسمي في خيبر سابقا، طبعا اخترناه أنه شيء يميزنا من بين المناطق اللي حوالينا. ملتقى ألوان يعزز معرفة المواطن بوطنه وتنمية اهتمامه به، كما يهدف إلى تشجيع وتحفيز المصورين المبدعين وتدريبهم وتأهيلهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لغرض تطوير مهاراتهم. ملتقى ألوان السعودية 2016 مشاهدينا هو اللي يكشف لنا عن المواهب السعودية تحت مظلة إبداعية، ويسعدني أرحب بضيفتي في الاستوديو شعاع الفريح، مصورة فوتوغرافية وصاحبة بوث بنات حايل في معرض ألوان، وهي أيضا مصورة راليات حايل. يسعد مساك شعاع. مساك أسعد يا رب. كلمينا عن مشاركتك في المعرض، قديش هذا المعرض يضيف لك، قديش أنت استفدتي منه في مهنتك في التصوير؟ بالبداية هو كأول مرة يشارك بوث من حائل أو ركن أو جناح متخصص في حائل اللي هو ضوء بنات حائل. الهدف الأساسي أنه نوضح أن المرأة ما في قيود لها ولا فيها يعني أي شيء يحصرها في يعني إظهار فنها أو إبداعها. فكانت المشاركة يعني تركز على أنه تصوير اللاندسكيب وتصوير اللي هو رالي حائل الدولي، وصور من رحلات ألوان السعودية المخصصة للمصورات لعدد من مناطق المملكة. فيمكن هذا الشيء اللي يميز بوث بنات حائل أو بوث ضوء بنات حائل عن باقي البوثات، أنه ما فيه تصوير مثل الأشياء اللي مثل الأطعمة يعني التصوير الاستوديو عامة. خلينا نعرف المشاهدين على فكرة بوث بنات حائل، إيش هي فكرته، إيش أهدافكم؟
هو الفكرة أننا نوضح أنه أول شيء أنه نوضح للمرأة ما في قيود لها، نوضح للمرأة تقدر تطلع تصور اللي هو الطبيعة اللاندسكيب عامة، وخاصة إحنا طبيعتنا طبيعة حائل، يعني بيئة خصبة مليئة بالمصورين والمصورات. نعم. فحبينا نوضح للمرأة تطلع وتصور اللي هو الطبيعة، تطلع وتصور رالي حائل الدولي يقام سنويا عندنا، فحبينا انه تكون لنا او تطلع بيئتنا واضحه من خلال الصور، فكان في مناظر يعني واضحه انه فيها البيئه الجبليه ويعني بيئه حائل عامه. يعني اللي يميزكم كان هو المناظر اللي كانت موجوده والتصوير للتراث والبيئه، بيئه حائل بشكل عام. صحيح، وانه خاصه انه مصورات، يعني الناس تعتاد انه يكون مصورين. نعم. لكنه كفكره مصوره تطلع وتصور طبيعه او راليات، فكان الشيء هذا يعني شيء غريب، او يعني يمكن هذا اكثر شيء جذب الناس لنا والزوار. كيف كان الإقبال على حائل كوجهة سياحية بعد هالمعرض؟ يعني المعرض أكيد راح ينتهي يوم السبت، ولكن من خلال اللي شفتيه في المعرض في تفاعل، كيف راح تكون حائل كوجهة سياحية مستقبلا؟ والله يعني الإقبال مرة جميل، إنه كثير أماكن أو كثير ناس صاروا يسألون عن الأماكن الموجودة، إنه هل حقيقي هذا حائل؟ هل حقيقي الأماكن هذه موجودة في أرض الواقع ولا أنها بس عدسات مصورين؟ هي فعلا طبيعة، يعني طبيعة حائل بأرض الواقع أجمل من الشيء اللي قلت عدسات أنا. حلو، في شيء اعتمدتي عليه في التصوير؟ هل في تقنيات معينة اعتمدتي عليها حتى تبرزين حائل بهذه الصورة الجميلة؟ في تقنيات استخدمتيها؟ لا، هو العموم الكاميرات احترافية، أي مصور في بداياته أكيد إنه بيبدأ في قواعد التصوير الأساسية، بعد كذا ينطلق يعني من الاحتراف، من اللي هو الخبرة، فخلاص التغذية البصرية هذه كلها تساعد. طبعا البوث بنات حائل بنتين مشاركتين اللي هي انا شاعر فريح وزميلتي حنان الفوزان. حلو، كيف ممكن للمرأة السعودية انها تثبت نفسها كمصورة تسوي لها اسم ناجح في عالم التصوير الفوتوغرافي في المملكة؟ هو اول شيء الثقة بالنفس، انا دائما اقول المرأة كل ما زادت ثقتها بنفسها زاد ابداعها. الشيء الثاني تميزها، مشاركاتها، انه تكون لها قوة دائما في المشاركات والمعارض. التنوع بعد، انه الصور تكون فعلا يعني اماكن جديدة، اشياء يعني فيها قوة جذب للمشاهد. إيش مستقبل المملكة راح يكون بعد هذا الملتقى وبالذات حائل في السياحة؟ طبعا احنا نطمح كطموح، نطمح انه تكون فيه رحلات يعني تشمل مصورات، حاليا تسوي ملتقى الوان السعودي يسوي رحلات للمصورات، لكنها تكون دائما اماكن اثريه، ودون اماكن اثريه اماكن يعني تراث، لكن احنا نبي انه يكون للبيئه، للارض، للجبل، يعني خاصه احنا بيئتنا بيئه جبليه، فاحنا نتمنى انه يكون في التفات للمرأة والمرأة نفسها تلتفت للبيئة اللي حولها، ما تحصر نفسها داخل الاستديو بس. شكرا لك شعاع الفريح، يعطيك الف عافية، كنت مسك الختام معنا لليوم، نورتينا. الله يعافيك، نورك. شكرا لك، مثل ما شفتوا مشاهدينا معنا كانت شعاع الفريح مصورة فوتوغرافية وأيضا مصورة راليات حائل. فقرتنا الأخيرة هذه كانت معاكم، إن شاء الله نلتقيكم في الغد بنفس الموعد الساعة 5 عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية على روتانا الخليجية، انتظرونا.